فرد آية ثانية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وياي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شنو الذكر الكثير؟ الله يقول اذكروا الله ذكرا. أكو واحد يذكر الله قليل وواحد يذكر الله كثير. ما هو الذكر الكثير؟ اسمع، أعطيك ثلاث آراء. الرأي الأول، أنه صغار 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 تحفظنا أدري بيك. الرأي الأول ذكر الله، اسمع، صلاة الليل، من صلى صلاة الليل فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. اللي يصلي صلاة الليل فقد ذكر الله ذكرا كثيرا، هاي وحدة. اثنين، ما هو الذكر الكثير يا جعفر بن محمد الصادق؟ قال: تسبيح جدتي فاطمة الزهراء من الذكر الكثير. تسبيح الزهراء، تعرف هو تسبيح الزهراء شنو؟ 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله، مستحب قبل النوم وبعد الصلاة، هذا تسبيح الزهرة. من سبح تسبيح جدتي فاطمة الزهراء فقد ذكر الله ذكرا شنو؟ كثيرا. ايش قصارا؟ اثنين، ما هو الذكر الكثير؟ الأول صلاة الليل، الثاني تسبيح الزهرة، الثالث أريدها عالية، الثالث يا رسول الله ما هو الذكر الكثير؟ قال: الذكر الكثير الصلاة على محمد وآل محمد. يعني الآن أنت ذكرت الله ذكرا كثيرا. ومن ذكر الله، عندنا رواية عن رسول الله: من ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان، براءة من النفاق ما يصير منافق، وبراءة من نار جهنم. شوف تسبيح الزهراء وين يوديك؟ يعني إذا سبحت تسبيح الزهراء الله يكتب لك براءة من النار وبراءة من النفاق يا مولاي. ها يعني؟